مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا سايتك عالمنا غدا. أنا قسطنطين شرايبر، أحييكم. في السابق كان المرء ينتظر شهرا كاملا لوصول شحنة تجارية من الخارج. اليوم في عالمنا المتسرعة لم تغدو المسافات بين القارات أقل، ولكن طرق النقل أصبحت أكثر كفاءة. صناعة النقل البحري هي اليوم قطاع مزدهر بسبب ناقلات الحاويات الضخمة التي يصل طولها إلى طول 3 ملاعب لكرة القدم، والعبارات عالية السرعة التي تجلب ركابها بسلام وأمان إلى الهدف المطلوب بسرعة كبيرة. أشكال جديدة من المحركات جعلت كل هذا ممكناً. شاهدوا معنا اليوم أسرع العبارات في العالم تبحر بين مسقط ومسندم. تحدثنا مع كابتن العبارة وألقينا نظرة في غرفة المحرك. سفن الحاويات بحجم 3 ملاعب لكرة القدم. استهلاك عمالقة البحار من الوقود ضخم جدا، مما يجعل شركات النقل البحري تبحث عن أساليب توفير أفضل. تساءلنا عن ماهية شكل سفينة المستقبل. تعتبر العبارة شكلاً ليس جديداً تماماً من أشكال نقل بحري، ولكنه شكل غير تقليدي، فهي زورق بهيكلين يرتبطان ببعضهما البعض عبر سطح السفينة. تتميز العبارات في كونها واسعة ومستقرة جداً على سطح ماء، فهي خفيفة الوزن مما يجعلها سريعة جداً. مخترع العبارة الحديثة هو الباحث في جنوب المحيط الهادئ إريك بيشوب، الذي كان قد اكتشف هذا النوع من القوارب عند الصيادين البولينيزيين ونسخها. بالإضافة إلى العبارات الشراعية، هناك أيضا عبارات بالمحرك لنقل الناس والسيارات، حيث أكبر المركبات تجد لها مكانا على سطحها. واحدة من أسرع عبارات في العالم تبحر بين مسقط ومسندم. سيداتي سادتي، ها هو خالد. أنا الحين في ميناء السلطان قابوس، ورايح للعبارة اللي راح تشيلنا مسندم، والرحلة صارت 5 ساعات، وفي هذه الساعات راح أشغل نفسي في الاستفسار عن العبارة، وعن عددها وقوة مكينتها وعدد حمولتها وسرعتها. خالد طالب نشيط وفضولي جداً، يريد استغلال الرحلة إلى مسندم لمعرفة كل شيء عن العبارة. بتذكرة يدخل خالد إلى منطقة الميناء، حيث ترس العبارة هورموس. الغريب فيها أنها كاتاماران، هذا يعني أنه على عكس غيرها من السفن، فلدى هذا الزورق هيكلان بدلاً من واحد. على سطح العبارة لا يتم نقل الركاب فقط، فهناك أيضاً مكان فسيح للسيارات والشاحنات. على متن العبارة يتعرف خالد إلى أحد أعضاء طاقمها عند تحميل السيارة. عمال العبارة مشغولون بتوزيع أوزان السيارات بشكل متوازن وتثبيتها. وي، كم عدد السيارات اللي ممكن تصفون هنا في هذه المساحة يعني؟ الحقيقة احنا العبارات عندنا اللي هي احنا الحين في عبارة هرمز اللي تقريبا تتسع ل 56 سيارة. بس لان احنا يعني خاصة في عمان لنا سيارات في نفس القياس يعني، لكن احنا عندنا اغلب سيارات كبيرة كما تشوف اللي هي سيارات دفع الرباعي، في سيارات لها الصالون، فيختلف العدد. في احيانا الحين يعني ما ممكن نشيل 56 سياره، لان العدد لان كبر السياره شويه الحجم يعتمد. العباره من اسرع عبارات العالم، ولكن ماذا عن سرعتها عند شحن المركبات على متنها؟ فاحنا دائما تعتمد سرعه العباره على مقدار الحموله من السيارات، فاحيانا لما تكون الحموله زايده تكون سرعه العباره قليله، اقل بشكل قليل جدا يعني، بما مقدار 2 أو 3 عقل بحريه. لكن في العادة هي السرعة تقريباً متساوية دائماً يعني مقدار 48 عقدة، وهي طبعاً هي من أسرع العبارات، فتقريباً 56 عقدة. خالد في طريقه ليأخذ مكانه بين الركاب. كل السيارات تم الآن تحميلها وتثبيتها. والحين باقي 5 دقائق على الساعة 3، والبحارة بدأوا يتجهزوا، وخلال 10 دقائق راح نكون على سرعة 120 كيلومتر إلى مسندم.
والآن تنطلق العبارة التي يبلغ طولها 65 متراً وعرضها 16 متراً، وبينما يبلغ ارتفاع هرمز 6 أمتار فإن المياه تغطي 2.6 متراً منها فقط، مما يزيد من سرعتها ويقلل من مقاومة المياه. في مقصورة الركاب هناك مكان ل200 راكب وثمانية. خالد محظوظ، فهو يرى الرجل الذي التقاه سابقاً يتحدث إلى الميكانيكية. ممكن تراوينا وقت ميكانيك؟ وقت المحركات والله معانا هنا مدرسة ثالثة، ما أعرف إذا ممكن أن تنزلي عنده تشوف المحركات. هو أكيد ممكن، في البداية بنشوف المسؤول المهندسين إذا بيسمح، وإن شاء الله بنوريك. أنا مبهور جداً لأني قابلت الرجل الثاني في السفينة والمسؤول عن شحن المركبات، والحين راح يأخذني جولة إلى المحركات. طول الطريق إلى خصب حوالي 400 كيلومتر ويستغرق 6 ساعات، وهكذا فإن خط العبارة من مسقط إلى خصب يعتبر أسرع خط عبارات في العالم. محركات الديزل الأربعة تتكفل بذلك. عندنا 4 محركات ديزل، عندنا محركين، ماكينتين في الميمنة وماكينتين في الميسرة. كل ماكينة صنع الـ MTU، شركة ألمانية، تحتوي على 20 سلندر، هنا 10 و10 في الصوب الثاني. قوة الماكينة الواحدة 6500 كيلووات، يعني إجمالي 4 مكاين 32,000 كيلووات. محركات الديزل القوية هي السبب الرئيسي لسرعة العبارات العالية. مهندسو محرك الديزل يعملون دوماً على تفعيل الاحتراق ليكون أكثر كفاءة ونظافة. اشتهرت مدينة فريدريشهافن على بحيرة كونستانس بالسفينة الجوية المعروفة عالمياً بالمنطاد التي بناها هنا غراف فون تسيبلين. أما اليوم فالمدينة تبني محركات ديزل للسفن وقطارات وآلات بناء. ترجع كفاءة محركات الديزل إلى شحن التوربين من ناحية، وإلى ضغط الحقن الأعلى وضغط الاحتراق الأعلى من ناحية أخرى. ضغط الحقن الأعلى يعني حقن كمية أكبر من الوقود في غرفة الاحتراق في فترة زمنية قصيرة، حتى يقدم مع الهواء الموجود داخل المحرك أداء بكفاءة عالية. عملية الاحتراق في محرك الديزل على النقيض من محرك البنزين لا تتم بحقن خليط من الهواء والوقود القابل للاشتعال إلى غرفة الاحتراق، ولكن يتم حقن الهواء فقط. فلزيادة أداء وكفاءة المحرك يتم تكثيف الهواء عن طريق الشاحن التوربيني، وفي الاسطوانة يتم ضغط المزيد من الهواء حتى يكون هناك ضغط عال جدا ودرجة حرارة عالية. من مضخة الحقن يتم حقن الوقود الذي يشتغل على الفور بسبب الحرارة العالية، وهكذا يندفع المكبس إلى أسفل، وعندها يشتغل العمود المرفقي. شاحن التوربين يشحن هواء أكثر إلى داخل المحرك، ومن خلال شحنه الهواء المضغوط يتسرب أكسجين أكثر إلى غرفة الاحتراق فيمتزج بالوقود، مما يؤدي إلى كفاءة عالية جدا. لكن مع قوة دفع كهذه فإن استهلاك الوقود يكون كبيرا جدا. كيف صرفية الفيول عندكم؟ صرفية البترول احنا بنستخدم لكل جانب 22,000 لتر من البترول، يعني احنا بناخذ 44,000 لتر بترول كل ساعة، بيكلف عندنا 5 إلى 6,000. ليش تستخدموا 4 مكاين مش مكينة واحدة كبيرة؟ هو 4 مكاين أول شيء للسيفتي، للحماية، لأنه إذا صار معنا خلل في مكينة واحدة وتوقفت فمعناتها أنه في هذا المكان عندنا مكينة ثانية ستاند باي اللي هو صالح للاستعمال. والآن انتهينا من زيارة غرفة المحركات، كان الضوضاء وحرارة شديدة بسبب قوة المحرك، والحين راح نريح أنفسنا وننعش أنفسنا بالطلوع إلى العالم. لكن ما الذي يجعل أيضاً العبارة أسرع؟ هذه معانا غرفة اللي هي غرفة المورينج للحبال، ما نقلش غرفة اللي هي غرفة الأنكر تقول السفينة. ومن إيش مصنوع هذا؟ هذه مصنوع العبارة من الألمنيوم، لانه الحين العباره سريعه جدا فلازم يكون تكون خفيفه، لذلك صنعت من الالمنيوم، لانه لو كانت من الحديد ترسمها الثانيه فيكون السرعه قليله.
مواد بناء خفيفة الوزن ومحركات ديزل قوية يجعلان العبارة أسرع من أي سفينة عادية، إلا أن التصميم وطريقة البناء يلعبان أيضاً دوراً حاسماً. قيادة العبارة صعبة جداً لأنها أسرع مرتين إلى ثلاث مرات من السفن العادية، وهكذا فإن الوقت المخصص للتحكم في العبارة أقصر مرتين إلى ثلاث مرات عن غيرها من السفن. على عكس سفن الهيكل الواحد، فإن سفن الكاتاماران تتميز بأنها عريضة مما يجعلها مستقرة جداً على الماء، مكونة من قاربين في الميمنة وفي الميسرة اللي هو من الوسط، تكون دائماً مرتفعة لتقل الاحتكاك مع الماء، نفس الشيء اللي هي للاتزان، تساعد بشكل كبير في اتزان العبارة، لأن دائماً إحنا عندنا مثل للسيارات وللشاحنات واللي هم الباسنجر اللي هم الناس، فهذا الشكل يساعد لاتزان العبارة. ثاني شيء نفس اللي قلة الاحتكاك في الماء، لأن عندنا عمق العبارة تقريباً مترين، فلهذا يقلل الاحتكاك مع الماء ويزيد سرعة العبارة. ولهذه الأسباب تعتبر العبارة هورمز والعبارة المشابهة لها شناس أسرع العبارات في العالم. في قمرة التحكم يستفسر خالد عن عمل الآلات هناك. بعد عدة طبعاً عندنا عدة أجهزة اللي هو مثل عندنا رادار اللي ممكن نشوف السفن اللي جنبنا أو أي شيء جنبنا عن طريق الرادارات، وعندنا اللي هي الخريطة الإلكترونية اللي هي نمشي طبعاً فيها اللي هي خط السير، عندنا مثل اللي هي البوصلة، نوعين من أنواع البوصلة، هنا نمشي عندنا مثل اللي هي التحكم الإشارة يعني كم نتجه المقدمة المؤخرة لسرعة المحرك، عندنا مثل نفس الشيء بعض الجهاز الثاني اللي هو عندنا الجهاز اللي هو الكاميرا الليلية، لأن في حالة في الليل ما نقدر ما ممكن رؤية يعني يكون ظلام، فإحنا عن طريق هذه الكاميرا الليلية نقدر نشوف إذا في أي حاجة قارب صيد أو أي شيء في الأمام. وهكذا تبحر هورمز بأمان في مضيق هورمز. أنا سعيد جدا لأني طلعت إلى هذا المكان وتعرفت على الكابتن، والحين نكمل طريقنا إلى مسندل. على متن السفينة يسافر أيضاً عصام اللواتي، وهو أحد موظفي الشركة الوطنية للعبارات التي تشغل منذ عام 2008 العبارتين شناس وهورمز، طبعاً إلى جانب خطوط ملاحية أخرى. يمكن للمسافرين هنا السفر على الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال، وهناك أيضاً مكان VIP. زين أخوي أصام، حدثني عن الشركة الوطنية للعبارات. الشركة الوطنية للعبارات هي أنشئت في عام 2008، وهي شركة حكومية وهي ذات أبعاد تنموية، والآن الشركة الوطنية للعبارات تضم في أسطولها إلى الآن ثلاث عبارات سريعة، اللي هي العبارة هرمز وشناس اللي هي أسرع عبارات في العالم إلى الآن بواقع 56 عقدة بحرية السرعة، وكذلك العبارة الصقرة. وإيش خطوط الرحلات اللي تقوم فيها؟ طيب خطوط الرحلات، إحنا عندنا الخط الأول اللي هو مسقط خصب مسقط، هذا الخط الأول. الخط الثاني اللي عندك شناس خصب شناس، الذي هو استحدث يعني قريب في مايو 2012. كذلك عندك الخط اللي هو من خصب ليما خصب. خالد محظوظ، فعصام اللواتي رقاه، إذ يمكنه الآن التمتع في آخر ساعتين للرحلة في صالة رجال الأعمال. ينحرف القبطان وطاقمه بالكاتماران عالي السرعة بثبات نحو مسندم. بعد حوالي 5 ساعات سفر يترك خالد مقصورة الركاب ليصعد إلى سطح السفينة، فهو لا يريد أن يغيب عنه مشهد الوصول إلى خصب. موقع مسندم الجغرافي يجعل الوصول إليها بالسيارة مسألة معقدة للغاية، ولهذا قررت الحكومة تشغيل خدمة العبارات عالية السرعة. بالنسبة إلى خالد، فهذه الرحلة كانت تجربة رائعة، فهو قد تعلم الكثير عن السفينة وكان لديه ما يكفي من الوقت للاسترخاء. وصلنا الحين إلى ميناء خصب بمحافظة مسندم، وكانت رحلة 5 ساعات طويلة ورائعة، وتعرفت على أشياء كثيرة، وأنا الآن سائر إلى الفندق، ورحلة سعيدة إن شاء الله. خالد يستمتع الآن مع عائلته قبل أن يعود إلى مسقط.
ما إذا كان نقل البضائع دوليا سيكون في المستقبل على متن العبارات يبقى أمرا مشكوكا به، إلا أنه يمكن لسفن تقليدية زيادة قدرتها الاستيعابية. لكن ارتفاع أسعار الوقود وتغير المناخ يجبران شركات النقل البحري على إعادة التفكير بشكل مستمر. فلتخفيض استهلاك النفط يجبر الكابتن حاليا على الإبداء من حركة السفن. فعندما تخفض سفن الحاويات العملاقة سرعتها وقتة واحدة تستهلك عندها حوالي 10% وقود أقل. بجانب استهلاك الوقود هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن تحسينها في سفينة. الأستاذ الجامعي عبد المقصود من الجامعة التقنية في هامبورغ يعطينا نظرة عن بحوث السفن. هامبورغ عاصمة الملاحة البحرية في ألمانيا وثاني أكبر ميناء في أوروبا، حيث يمكن للحاويات الضخمة من جميع أنحاء العالم حتى عمق 12 متراً الرسو هنا. سفن الحاويات الحديثة تستطيع نقل كميات كبيرة من البضائع لآلاف الأميال. في السابق كانت هذه السفن تحمل 3000 حاوية على الأكثر، بينما اليوم فإن رقم 12 أو 18,000 لم يعد نادراً. البروفيسور مصطفى عبد المقصود المولود في مصر والذي يعيش في ألمانيا منذ 25 عاماً يعمل حالياً على تحسين مستوى هذه السفن العملاقة، وقد أنجز بالفعل الكثير. هو كباحث في معهد النظم البحرية في الجامعة التقنية في هامبورغ يعرف بالضبط مدى أهمية الشحن البحري للإنسان. الملاحة البحرية هي أساس اقتصادنا اليوم، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي كله يعتمد على هذه الملاحة، كما أنها تسهل عملية نقل البضائع من مكان إلى آخر. هكذا يكون لدينا اقتصاد معولم. يمكن أن أقول كنا سنعود سريعا إلى العصر الحجري لو لم يكن الشحن البحري موجودا. تعتبر الجامعة التقنية في هامبورغ إحدى أعرق جامعات ألمانيا، حيث الشحن البحري هو إحدى الدراسات المركزية. البروفيسور عبد المقصود متخصص في التيارات المائية حول السفن، ولا سيما في بناء مستديم وفعال لسفن المستقبل. تستخدم سفن اليوم النفط الثقيل الذي من ميزاته أنه رخيص، لكن من مساوئه أنه يشكل ضرراً كبيراً للبيئة، وهذا عنصر مهم لم يعد مقبولاً في بناء السفن، لأننا علينا حماية البيئة ولم يعد باستطاعتنا البقاء على هذا المنوال طويلاً. علاوة على ذلك سيرتفع سعر النفط قريباً، بينما نحن نعمل على تخفيض التكاليف بنسبة 30% في الأعوام التالية. هدف طموح. لتحقيق ذلك يعطى اهتمام كبير لأحد مشاريع الجامعة البحثية. البروفيسور أنترانيكيان رئيس الجامعة التقنية يبحث عن وقود المستقبل بالتعاون مع مهندسين مثل البروفيسور عبد المقصود. يريد البروفيسور الأردني المولد اكتساب وقود صديق للبيئة من مصادر الطاقة المتجددة. الكلمة السحرية هي المصافي البيولوجية، ولكن هل تصلح هذه أيضاً لسفينة المستقبل؟ كما تعلمون احتياطات النفط تتضاءل، ويجب علينا البحث عن بدائل تحل محل النفط. لذا نحن بحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة، وتعد الكتلة الحيوية إحدى هذه المصادر، وهي تتكون من الخشب والفضلات، خاصة الفضلات النباتية التي يمكن تحويلها بمساعدة الكائنات الحية الدقيقة أو الخمائر من جزيئات كتلة حيوية معقدة إلى طاقة حيوية يمكن استخدامها فيما بعد كوقود للطائرات أو للسفن. المستقبل بحاجة إلى الكثير من هذه التقنيات. نحن نحتاج إلى علماء ومهندسين، وألمانيا ينقصها كل عام 100,000 عالم وخبير. الحلم بمساعدة الكائنات الحية الدقيقة لنا في إنتاج وقود المستقبل سيغدو واقعاً. البروفيسور عبد المقصود يعقد آمالاً كبيرة على الوقود البديل، ولكن تفعيل السفن لا يحدث فقط عبر استدامة الوقود، كما يمكن لشكل المروحة أن يكون حاسماً. البروفيسور عبد المقصود طور نظام مراوح جديداً
بحيث يكون لدى إحداها كفاءة 10% أعلى من المراوح التقليدية، وبحيث لا تبرم المروحة الخلفية، إنما تمرر طاقة الدوران في اتجاه مستقيم، وهكذا فإن السفينة تبقى مستقرة حتى في أعالي البحار. لتسويق مراوح جديدة بنجاح يجب إجراء المزيد من الاختبارات عليها، لهذا يزور البروفيسور عبد المقصود بانتظام معهد تجارب بناء السفن في هامبورغ. هنا يمكن إجراء اختبار دقيق لسفن المستقبل. أحد أنفاق التكهف الخمسة عالمياً مبني هنا. في نفق التكهف يمكن اختبار السفن والمراوح تحت الماء. النفق يعمل مثل دورة مياه، ويمكن له تحريك 1.5 مليون لتر من الماء لمحاكاة حركة السفينة في البحر. يتدفق الماء على نموذج السفينة والمروحة ب24 عقدة. ولكن ما الذي تعنيه كلمة تكهف؟ كلمة cavitation أو التكهف مشتقة من الكلمة اللاتينية cavus وتعني كهف، وهي تشرح تأثير تبخر المياه الناتج عن ضغط سلبي قوي، وهذا يعمل على إزاحة المياه، ما يتسبب في تقلب الضغط وتآكل مروحة الدفع. تولد المروحة في الدوران السريع ضغطاً سلبياً كافياً لأن يبدأ ماء البحر في الغليان حتى عند 20 درجة مئوية، ما يؤدي بدوره إلى اضطرابات كبيرة وضجة، وقد يؤدي أيضاً إلى تدمير المروحة. البروفيسور عبد المقصود كخبير في ديناميكية السوائل يريد تجنب هذا التأثير بقدر الإمكان، لذا فإن شكل المروحة ليس فقط هو المهم بل أيضاً هيكل السفينة. ما نراه هنا هو مشروع سفينة مبتكر جداً، إذ يسمح ذيل السفينة الضيق بتدفق المياه إلى المروحة على نحو متساو، مما يقلل من احتمال التكهف وأعراضه، ويقلل من ضوضاء المروحة على الحيوانات البحرية، وهذا مهم جداً. يتم وصل المروحة النموذج بالجانب الأسفل من هيكل السفينة. بعد ذلك يأتي 1.5 مليون لتر ماء. عندما يكون التيار قوياً بما يكفي يتم تشغيل المروحة. يمكن للباحثين عندها مراقبة التكهف الناتج بإمعان، الذي هو بخار الماء تحت سطح الماء. في معهد تجارب بناء السفن في هامبورغ يوجد حوض لبناء السفن. السفن الميني عملاقة المنتجة هي بطول 8 أمتار ووزنها عدة أطنان، وتختبر في حوض مائي بني خصيصاً لهذا الغرض، وهو فريد من نوعه في ألمانيا. طوله حوالي 300 متر وعرضه 16 متراً وعمقه 6 أمتار. نقوم هنا بإجراء التجارب على كافة أنواع السفن، من سفن البضائع والركاب إلى السفن الحربية أو سفن البحث العلمي والسفن السريعة. الاختبار يمكن أن يبدأ. المحطة تحمل النموذج بسرعة ثابتة على المياه الراكدة، وهكذا يمكن قياس مقاومة الماء بدقة. بيانات القياس تساعد البروفيسور عبد المقصود لتحديد الشكل المثالي للسفن في المستقبل. يمكن ملاحظة موجات أمامية وجانبية شبيهة بالبيئة الطبيعية. في بناء السفن لا يترك أي شيء للصدفة، إلا أن السفن لا تبحر فقط في المياه الهادئة. لمحاكاة الإبحار في الأمواج العاتية يتم هنا توليد أمواج اصطناعية، وهكذا يتم اختبار سفن المستقبل في جميع نقاط الضعف المحتملة. لا يمكن تحديد شكل سفن المستقبل، فلمعرفة أشكال سفن المستقبل وأنواعها يجب علينا أن ننظر إلى كل نوع باستقلالية. إذا تأملنا في مستقبل سفن الركاب مثلاً، يمكن أن أتصور أنها ستكون كبيرة وستصبح بمثابة مدن عائمة.
وهكذا تظل السفن إحدى وسائل النقل الرئيسية في مستقبلنا، وإذا تمكن من جعلها أكثر هدوءاً وأكثر كفاءة سيكون لديها أيضاً القدرة على أن تكون حقاً صديقة للبيئة. ما الذي سيحدث في المستقبل أيضاً يمكنك أن تجده على موقعنا www.scitech-tv.com. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء قريباً.